بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ان شاء الله البيتزا بالكابوريا. عندنا عجينة البيتزا هتلاقوا طريقتها موجودة، وهنفرد العجينة في صينية مقاس 28 ونكون دهنينها زيت كويس، وهنضغط بايدينا بالشكل ده كده بحيث نخلي طرف العجينة اعلى من بقية العجينة، وبعد كده هنضيف معلقتين كبار كاتشب او صوص بيتزا وهنوزعهم كويس. وخلاص كده وزعنا الكاتشب كويس، ونخلي بالنا ان طرف العجينه ما نحطش عليه كاتشب. بعد كده هنحط الجبنه، دي جبنه رومي متقطعه صغير او جبنه موزاريلا على حسب ما احنا عايزين. بعد كده عندنا شرايح الكابوريا هتلاقوها موجوده في السوبر ماركت، وهنقطعها لانصاف بالشكل ده وهنرصها على البيتزا بشكل دائري كده. وخلاص كده رصيناها كلها بالشكل ده، وهنضغط عليها خفيف وهنسخن الفرن كويس جدا على درجة حرارة 220، وهندخل البيتزا على الرف الأوسط. وخلاص كده البيتزا استوت معانا، وهتاخد معانا في الفرن من تلت لنص ساعة. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا.